أنا متشيع منذ 3 سنوات تقريبا. تفضل. دابا الأسرة ديالي تريد أن تتشيع. إن شاء الله تعالى. كيف يعني سؤالي لكم هو يعني لماذا تشيعتم؟ لماذا اخترتم هذا الدين؟ اخترنا هذا الدين لأنه هو دين الحق. وهذا المذهب ديال البكرية لأنه مذهب مزيف. من خلال العلماء ديالهم وهذه الروايات اللي كانوا لنا عن الصحابة وعن عمر وعن يعني كيف افتخروا بهم اعتم القياس يعني وذاك الشيء اللي سمعنا يعني عند ياسر الحبيب مع التسجيلات ديال ياسر الحبيب كيف زيف الإسلام يعني هو الدين الحقيقي. عندما سمعنا تسجيلات كيف زيف الإسلام وسط الحلقة وقيل 45 الله أعلم بحال هكا 45 لقيت فيها عندما مات توفي رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه ذهبوا إلى بيت السقيفة عمر وأبا بكر رضي الله عليهم وتركوا عليا وحده ليجهز رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا يعني كون كان هادو صحابة حقيقيين يعني أول ما يفعلون وهو أن يتكلفوا بتجهيز رسول الله لأنه صاحبهم هما يقصد بأنهم الصحابة يعني لا يشغل بالهم شيئا إلا وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. وكيف احنا نقول صحابة وهما يتقاتلون على الخلافة وعلى الحكم وتركوا رسول الله العظيم الأعظم يعني متوفي وعلي وحده يجهزه يعني هذا من المستحيل يكونوا هذو صحابة. أحسنت. نعم. وبزاف ديال بزاف ديال الأمور ما يمكنش أنا حيت أنا لا أعرف اللغة العربية. نعم. واضح بزاف ديال نعم انتم كم يعني عدد كم عددكم اخي عبد الاله؟ انا والزوجه ديالي وعندي واحد 3 ديال الوليدات 3 الابناء يعني 3 عددكم 3 يعني عددنا 5 نعم 5 ان شاء الله. نعم. بارك الله فيكم اخي معكم سماحه الشيخ الحبيب تفضلوا شيخنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. بارك الله بكم يا أخانا الكريم وفقكم الله وثبتكم وإيانا على الإيمان والهدى. آمين. باتباع العترة الطاهرة. آمين يا رب العالمين. وأسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات على هذا الدين والاجتماع بالمصطفى الأمين الصادق الأمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين في الجنة إن شاء الله. آمين آمين يا آمين يا رب العالمين. والله العظيم اشتقت لي للجليس معكم ثم في يعني النظر في وجهكم العزيز عبر القناة لا يبرد لي الجوف. الله يبارك بكم ان شاء الله. لأن انتم اصبحتم هما الإخوة حقيقيين لي. نعتز بأخوتك أيها الأخ الكريم، أنت أخونا وعلى رؤوسنا. الله يجزيكم بخير، الله يطول لكم في العمر. الله يحفظكم إن شاء الله، أطال الله عمركم كذلك في طاعته. وأنا أشكر الله تعالى لأني بحثت في بعض القنوات وتصادفت مع القناة صوت العطرة. الحمد لله. أنا أفتخر وأشكر الله تعالى لأن الشكوك اللي كانت عندي في حول الدين البكرية ملي طابت مع القناه صوت الاطراح حققت لي داكشي اللي كنت حيت داك الشك اللي كان عندي فيه بان هذه مزيف وداكشي ماشي صحيح اكدت لي بالقناه ديالكم الصوت ديالكم الكريم اكدت لي داكشي بانه انا يعني كنت صحيح في الشك ديالي فيهم. الحمد لله. ودابا اتمنى من الله ان يطول لك في العمر ليك ولاخوانك جميعا. جزاكم الله خير الجزاء، اشكر الطافكم
بارك الله شكرا بك. شكرا. الحمد لله شكرا. الذي استنقذنا وإياكم من الظلمات الحمد لله وأخرجنا من الظلمات إلى النور الحمد لله. آمين آمين. الحمد لله الحمد لله على بركة الله تعالى. قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنه لا شبيه له ولا نظير. وأنه لا شبيه له ولا نظير جل جلاله. جل جلاله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين. وسيد الخلق أجمعين ومبرأ من كل عيب وشين. ومبرأ من كل عيب وشين صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءهم المعصومين حجج الله صلوات الله عليهم. صلوات الله عليهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أبرأ إلى الله. أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان. من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم وسائر أعداء أهل بيت رسول الله في النار. صلوا على محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه والآن أعداؤه. هنيئا لك أخانا الكريم. هنيئا لك. تقبل تبريكاتنا ونسأل الله تعالى لك ولذويك وأهلك رفعة الدرجات في الآخرة. دابا نريد زوجاتي واولادي واش يشيعوا دقه واحده ولا نشيعهم غير؟ لا بأس ان يكونوا جميعا مجتمعين ان شاء الله ونسمع اصواتهم جميعا ان شاء الله حال تلقينهم الشهاده. واخ واخ نعم نعم يا ان شاء الله. انا اعطيك تليفون سميتو ها ولدي محمد معك. نعم اهلا ومرحبا. السلام عليكم يا شيخنا الحبيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أنتم بخير؟ الحمد لله نحن بخير. جعلكم الله في خير دائما وزادكم نورا وبركة. نريد تلقي تشيع على يدك يا شيخنا يا شيخ الحبيب إن شاء الله حبا وكرامة على بركة الله تعالى. قولوا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنه لا شبيه له ولا نظير. وأنه لا شبيه له ولا نظير جل جلاله. جل جلاله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين. وسيد الخلق أجمعين ومبرأ من كل عيب وشين. ومبرأ من كل عيب وشين صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها
أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءهما المعصومين حجج الله. صلوات الله عليهم. صلوات الله عليهم. أبرأ إلى الله. أبرأ إلى الله. من أبي بكر وعمر وعثمان. من أبي بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. في النار. في النار. صلوا على محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. هنيئا لكم، هنيئا لكم ركوبكم سفينة النجاة. الجميع ها هنا يباركون لكم. أسأل الله تعالى ينشر عليكم من رحمته وبركاته وأن يجمعكم بالمصطفى وآله صلوات الله عليه. آمين آمين. نريد نطلب من الله العلي العظيم أن يجمعنا بكم وبالحجة المنتظر صلوات الله عليه. إلهي آمين، إلهي آمين إن شاء الله تعالى، وأنا أدعو لكم بذلك إن شاء الله. شيخنا العزيز، عندي واحد بنية مريضة شوي، عندها واحد لبتق بقى صغيرة عندها الله آمين، وكنطلب الدعاء من عندكم إن شاء الله إلى جاب الله عليكم. ان شاء الله على عيني ان شاء الله ان شاء الله باذنه تعالى. الله يطول لك العمر، شفاء الله تعالى، بارك الله فيكم، الله يطول في كل في كل مكان وزمان. الله يحفظكم، بارك الله فيكم اخي عبد الاله وكذلك لاسرتكم. وانا اشعر انتم اخواني لا شك ولا ريب. وانا انتظر الرؤيا لكم في الدنيا قبل الاخره ان شاء الله. ان شاء الله تعالى تحلون اهلا وتطؤون سهلا. حياكم الله، بارك الله فيكم اخونا الكريم، وهنيئا لكم ركوبكم سفينه النجاه.